يصدر منه تجاهك مواقف غير مناسبة عن عمد أو عن جهل. أكو البعض عن جهل وأكو البعض عن تعمد. هل هذا يستدعي أن تقابل الإساءة بالإساءة؟ الأمر بالعكس من ذلك. خلينا نشوف الله شو يقول. ادفع بالتي هي أحسن السيئة، أحسن السيئة. إذا واحد عاملك بالسيئة ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الله يمدح هؤلاء والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. الأحاديث الشريفة في هذا الأمر كثيرة جدا. أكتفي برواية واحدة عن الإمام الصادق، صحيح عن الإمام الصادق عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في خطبته: ألا أخبركم بخير خلائق الدنيا والآخرة؟ العفو عمن ظلمك، وتصل من قطعك، والإحسان إلى من أساء إليك، وإعطاء من حرمك. عندما يسيء لك واحد هذا ما تعتبره ذريعة يتمزق، تؤدي إلى تمزق المجتمع الإسلامي وإلى التباغض بين المؤمنين. العامل الآخر: تأثر البعض بالشائعات، والله يسمع عنك كلام فيبغضك نتيجة ذلك. القرآن يدعوك إلى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، هذا لازم تنصح. الأحاديث في وجوب النصيحة كثيرة من جدا، منها صحيحة معاوية، هذه الرواية الصحيحة عن إمام الصادق عليه السلام، قال: يجب للمؤمن على المؤمن النصيحة. وفي هذه الرواية المعتبرة عن الإمام الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن أعظم الناس منزلة عند الله يوم القيامة أمشاهم في أرضه بالنصيحة لخلقه.